البخاري الكذاب نسب لرسول الله صلى الله عليه وآله إن الناس اللي راحوا المدينة والرسول قال لهم اشربوا من بول الإبل كذبا على الرسول كده، إن الرسول هم لما قتلوا الراعي وخدوا الإبل وهربوا، قال الرسول لما قبض عليهم قطع إيديهم وسمع عينيهم بالمسمار، ونسبوا للرسول إن هو اللي ربنا قال عليه وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو يفعل كده في الناس. دول كذابين وضلالية وبيقعوا في مقام حضرة النبي صلى الله عليه لا وآله. إله إلا الله. فأنت أحسنتني، فكرتني بالموقف يا أخي. هم ده مذهبهم وده منهجهم، بيضحكوا علينا إحنا، لو بيضحكوا بيقولوا ايه، على بيقولوا الكلب. احنا بانه احنا الشيعة عاوزين نشوه صورة الرسول بطعننا بالصحابة، احنا بنشوه صورة الرسول. تخيل احنا تخيل. الرسول رحمة للكفار، الرسول رحمة للكفار، لولا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله ولولا مولانا الحج الآن لكان ربنا عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. الرسول كان رحمة ليهم وما عذبهمش ربنا في الدنيا قبل الآخرة، واحنا حافظين مقامه. هم يقولوا ان الرسول سامل، الرسول ربنا بيقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الرسول يسمل اعين بني ادم. سيدنا النبي اللي دخل عند الطلقاء معاويه بن ابي سفيان الطليق بن الطليق بن العائره هند، دخل عليهم قال اذهبوا فانتم الطلقاء، ما جاش شمتهم حتى الاربعه اللي كان مهدر دمهم، منهم الكلب اللي كان عاوز يحرف القران حبيب عثمان بن عفان اسمه سعد بن ابي سرح اللي كان مسك في الاثار الكعبه. الرسول قال لو شفتوه اقتلوه لانه كان عاوز يحرف في القران ويقول ان الله عزيز حكيم، اكتب مكانها ان الله غفور رحيم، كان من كتاب الوحي. وعثمان لانه على شاكلته خباه في العبايه بتاعته ودخل عند حضره النبي صلى الله عليه واله وكذا وكذا وكذا. الرسول اللي ترك هؤلاء الناس يقتل يسمو الاعين احد، لان هم عاوزين يذهبوا لمذهبهم في البطش بالمعارضه، فوضعوا الاحاديث الكذابه عشان يسهلوا لانفسهم، ودي مذهب دينهم. مش اول واحد نسب الكذب ابن ابي قحافه لما قال نحن معاشر الانبياء لن نورث ما تركناه صدقه، وضرب بالقران عرض الحائط. طب ما دينهم يا استاذ، ودينهم خلاص، هنيئا لكم اشربوها شربه، ما تقولوش محمد نبيكم، قولوا ابن ابي قحافه وعمر وعثمان. يا عثمان بن عفان نفسه في الصلاه في منى كان بيصلي قصر زي ابو بكر وعمر، وهو عثمان كان بيصلي قصر. فبعدين مخه قال لك يا دي يا عثمان ايه رايك ما تغيرها يا لا وتخليها تمام، خليها تمام. قعد 12 سنه يصلي، ست سنين قصر وست سنين تمام. طب حد يقول لي نقول صح ونقول غلط؟ هم ماشيين مع كله يا مولانا. دي ناس ما بتفهمش، مش عايزه تعمل عقولها وبيرمونا احنا. ليه بقى؟ رمتني بدائها وانسلت. دي اسمه اسقاط، اسقاط مرض نفسي، روحوا يتعالجوا عند دكاتره.